مستقرين بشيخ العرب همام. شيخ العرب همام في مقعد النهاري على البحر. كمل يا عبد الحفيظ. عيال يا شيخ العرب قعدوني في البيت، لا عايزين نطلع ولا عايزين نخش. انت كبرت يا عبد الحفيظ، عيب الهوار ينزل زرعته. طب انا كيفي ومزاجي قعدة الزرع، اقعد جنب المرة في الشمس اتفلى بحكمهم؟ هذا احنا كمان هنخش بين الرجل وعياله. يا جماعة قلت لكم كذا دور عشان الوقت ما يضيعش في حاجات ما لهاش عازة. هنا للقضايا اللي لها صالح بالارض بالمحصول بالغلابة بحوايج الناس. ومع كده قول يا عبد الحفيظ عندك كم عيل؟ 4 وكلهم زي بعض عايزين نقعد. خلي صغير عندك وجاي التلاتة الباقيين ما بلغوا؟ دول متجوزين رجالة ما عدا الصغير. هذا يا جو عندنا اللي شغلهم عنك، والكل اللي قاعدين اي حد فيكم عنده واد عدى سن البلوغ بثلاث سنين يشيع بكره قبل صلاه العصر يبل اسمه لبولس. خير يا شيخ العرب، فهمنا مقصودك. ارسيكم بعدين اقعد. المهم تعملوا كده، واللي هعرف انه عنده واد وما شيعوش هو حر. بدر الدين حصاب الله. ولا دي قتلوها يا شيخ العرب. استنى يا بدر الدين، الظهر جدا يا بولس. لسه يا شيخ العرب. قول. ولد قتلوه وعايز القصاص. من مين؟ ولد عمنا جار البلبيش. ترضى بالعفو؟ لا. تقبل الدية؟ لا. مين اللي قتله؟ واحد من بيت رشوان، وانا ما كفنيش فيهم عيالهم كلهم. ما فيش حاجة اسمها كده. صح انت معذور في حرقة القلب والقاتل يتقتل، لكن روح قبل روح. شوف هو مين وانا ضامينك، بس تجيب دليل على ان هو دي وانه قاصد ولدك انت بالذات. انا عارف وعادة تطلق يدي فيهم. دم ولدي طول الليل بيصحيني ويقول لي تاري. الارواح مش بالحديث ولا بالظن. هتجيب لي شهود ودليل وسبب وقصد ونية واسم القاتل وهجيبه تحت رجليك. يا تعفي عنه يا تقبل الدية يا تقتله. لا اقتله. واللي يعفي او يقبل الدية ليه مني أنا فوق العفو 20 قرة، وفوق الدية دية. أرواحنا غالية علينا يا هوارة. اقعد. اللي بعده الظهر يدا يا شيخ العرب. نجي بعد العصر. وفي غرفة مجلس 3 مماليك مستجيرين. جلستنا في النهار تبقى للفقراء وناسنا وبس، جلسة المماليك تبقى في الليل في المنظرة. علم؟ علم يا شيخ العرب. يلا نعبد الفرد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. مش أصلي بينا يا شيخ سلام؟ أصلي بيكم يعني؟ أصلي بينا أمام. مش هصلي. في يا شيخ سلام أنت زعلت ليه؟ اسمع، هو أنا هصلي ليك ولا هصلي لربنا؟ يا ابويا انا ما قصديش. يلا خش اخوه مش هصلي معاكم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. قطع صباح الشيخ اسماعيل عندي تمنه كبير قوي، ديته اقل رؤوس كلتو الثلاثة. تؤمر يا شيخ العرب. القاتل يتقتل، واللي هيقول من شيعه يعيش وياخد خبر زمايله معاه. من شيع؟ ما اعرفش. اقطع صباعك يديك ورجليك قبال صباعك اللي طرده يا شيخ اسماعيل، وبعدين موته. خدوه
وانت من شيعك يدين ورجلين وبعدين موتوا. خدوه. كنت عاوزك تبقى مرسال والمرة تاخد جيت زمايلك معاك، لكن الظاهر ملكاش عم. لا ليه عم؟ هقول زين من شيعك تموتني؟ على بك مليح. عليك اسبوع زمايله في رقبته ورجعوه للي شيعه. خدوه. ها؟ والتاني عبد الرحمن بيك، لأن ود إبراهيم بيك مش مصدقها. جن علي سمح لعثمان بيك بالهروب، لأن حرم عثمان بيك الجميلة في دار علي بيك أفندي. عفارم جن علي، عفارم جن علي خان أستاذه إبراهيم بيك. عارف تمنه كبير قوي، صباعك اللي اتقطع ده يا شيخ اسماعيل. والله لو رقبتي ما تغلى عليك. باين الخماسي اللي اديناه لهم في موضوع بردس دي وجعهم قوي. بس برضه دول وصلوا لحد هنا وعايزينك، يبقى لازم نردها لهم عشان يعرفوا ان روح همام بارواحهم كلهم. سيبهم ياكلوا في بعض. خلي بالك، سمعنا ان ابراهيم بيه هيبقى شيخ البلد خلال ايام. عارف. عاوزين نبعتوا له مباركة. مش هي دي الأصول؟ مباركة وهدية جميلة ليه بالمقام الجديد. نبعتوا له عقربة تلوش أحسن، هدية للي بعت لك ناس يقتلوك. بص يا إسماعيل، مفيش حاجة فرحتني أكثر من الحصول دي. فرحتك؟ فرحتك كيف؟ أولاً ربنا نجاني، تاني هام وسط ناسي مفيش حد يعرف يخش لي حتى لو كنت غفلان. تالت حاجة، بدل ما هيبعتوا عاوزين راسي وحدي، يبقى مفيش في حسابهم دلوقتي ان هم يهجموا علينا هنا او يبعتوا تجريدي، يعني قدامنا وقت. مفيش حاجة مضمونة يا همام، الموضوع بيجي مش سهل. عارف، ولعلمك زمان لما كان كبير مماليك قلت له على برديس لا، دلوقتي هيبقى شيخ بلد، يعني انسى برديس خالص. كل ما يكبر في مكانه أكتر كل ما هيخاف أكتر. إيش عرفك؟ عشان غايته قريبة، غايته يكوش يعني، عينه كسرها الطمع، ودي الوقت يخاف يتحرك أكتر من زمان ما يلحقش يلم. مرحبا يا شيخ سلام. لك يا سلام، كان زماني تحت الأرض الوقت. واحد بارد يقول لي صلي بينا أمان. اتضايقت وخرجت برا الجامع، بعدين قلت لروحي انت هتصلي ليه ولا لربنا؟ قلت لربنا. دخلت لقيتهم نازلين عليه بسلاح. الكرامة دي يا شيخ سلام، كرامة الميت دفن، وكرامة الحي انه يدفن كرامته ما يبينهاش. قال كرامة جاه لازم حاجة تنجيكم من الموت عشان تبقى كرامة، ولا حد وانت عشتان يسقيك بالجمية؟ ابدا. الكرامة الكبيرة إن الناس تحب بعض. اللي أنت فيه أنت والشيخ إسماعيل ده مش كرامة؟ طبعاً كرامة سلام، وكرامة كبيرة كمان. صح والله. جابر ده اللي هيحب بنتك، ما الحب برضه كرامة، ده هيكون كلام. خلص في الكلام يا سلام. روح دلوقتي، روح روح شوف وراك إيه. حاضر. معلش يا شيخ إسماعيل، تعال سلام. هيحبها حب يا بوي، ده هيقول كلام هيخليني أموت وحية تاني. روح دلوك يا سلام. روق يا شيخ اسماعيل، روق. عموما البنت جالها احمد الهواري البارح وعاوز يجيب امه، وانا خايف لا ترفض زي كل دور.